تحكي الحكاية عن الحب والحب ما أحلى شعاع وضي من القدر يوهب قلوبنا حياة. ويلف ويطول الطريق ويطول في وقت الحسم بين الحبايب للغميم حاجز وله ميت اسم. يمكن يكون كره العدو أو حب سلطة وجاه خير يا أستاذ عبد العزيز. أنا جيت لك يا حسن يا ابني عشان أجاوبك على شوية أسئلة أنا متأكد إن هم محيرينك. مش معنى دلوقتي؟ عشان أنت دلوقتي محتاجني، لكن في الأول أنت ما كنتش محتاج لحد وكنت عايز تبيع وتمشي. أنت بقى دكتور نفساني ولا ضابط بوليس؟ الزمن يا ابني، الزمن واللي بيوريهولنا هو الأستاذ الكبير، هو اللي بيعلمنا، واللي شاب في سنك لسه ما يعرفش قيمته. أظن بقى أنت عارف أنا عايزك في إيه كويس. طبعاً بشري باشا. مظبوط. ما أعرفش حاجة تاني. شفت مستعجل إزاي؟ أنا قصدي أقول لك ما أعرفش حاجة غير اللي شفته، واللي شفته كتير يا ابني. المهم إن بشري باشا وصاني أول ما أشوفك بدأت ترتبط بأصلك وعايز تعرف هو كان سايب لك ايه، اجي لك واقول لك كل اللي اعرفه. بشري باشا ساب لك تلات سير: حتشبسوت اللي حبت سن الموت وضحت بحبها واتجوزت تحتمس التاني عشان تحكم مصر من ورا الستار، والكهنه اللي خافوا على نفوذهم من قوتها وسيطرتها على الحب قرروا يقتلوها، لكن حبيبها أنقذها، وعلي الزيبة اللي صلاح الكلبي قتل أبوه وهرب علي وأمه على الصعيد، وفي البيت المهجور وقع علي في حفرة شاف فيها كنز، ولما كبر حاول ياخده لكن الشيخ اللي بيحرسه منعه وخلاه يحفظ سره، ولما رجع هو والشطار مصر عشان ينتقم من الكلب عدوه حب بنته زينب وهي حبته، ولما الكلب عرف قبض على علي وحاول يعدمه ونجح الشطار في إنقاذه وهرب علي. وعلى الشاشة حكالك بشري باشا عن سيرته وإزاي كان ضابط شرطة كبير، وعشان محدش يمسك عليه غلطة قبض على أخوه المدمن وسجنه، لكنه وقع في فخ الحب وحب مطربة صغيرة، ولما الملك لمح له مش عايز حياتك الخاصة وعلاقتك بالمطربة تأثر على شغلك، خاف على مركزه وضحى بيها. في نفس اليوم اللي الإخوان أعداؤه حاولوا يقتلوه في الكباريه، لكن حبيبته هي اللي اتصابت مش هو. هو ده اللي انت وصلت له مش كده؟ انا تعبت صدقني والله، انا تعبت. تعبت من الفرجة؟ تعبت من القراية؟ ولا عايز تجيب آخر الحكاية عشان تخلص؟ ما يصحش، ما يصحش يا باحث، لازم تدور على أصل الحكاية بنفسك عشان بعد كده تبقى تحكيها لأولادك، ولما يكبروا
يبقوا عارفين اصلهم كويس. انت مستني حد؟ راجي يا بنتي، محاميه معايا في المكتب وجايبالي ورق يخصك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هات الورق يا راجي. هو ما ردش ليه؟ خلاص يا راجي. لا مش خلاص، هو متقنعر ليه؟ انت ما بتردش ليه؟ ساكت. استاذ عبد العزيز لو سمحت انا مش ناقص، ممكن نبقى لوحدنا؟ لا ده انت مش متقنعر بس، ده انت نازل كمان. طب عشان انهي الموضوع ده، عليكم السلام، انا اسف يا راجي. انسى يا راجي. لا طالما انسى راجي نبعت نجيب عشاء بقى. خلاص يا راجي خلاص، الراجل اعتذر. انا بكلمك اسبقيني انت على الاوتيل وانا هبقى احصلك، وتعشنتي عشان انا احتمال اتاخر شويه. على الاوتيل بقول، على الاوتيل. يخرب بيت حلاوتك. في حاجه يا انسه؟ لا مفيش، بقول غسيل قوي حسن ده. اسكتي ساكت، اوعى تقولي على الاستاذ حسن كده. خلاص ماشيه. في الفين سلامه. ايه جرى لي في مخها دي؟ انت بايظ خالص. وحسيت ان كل ابطال السير دي زيي، محتارين في لحظات انتصارهم وتفوقهم، قلقانين. يمكن زي ابويا ما قال ان القدر دايما بيخبلنا الاصعب. وعرفت ايه هو الاصعب اللي هيحصل في اخر السير دي؟ بس حسيت ان انا عايز ارتاح واتكلم مع حد عايش مع ابويا تجربته، وجهه نظر تانيه غير وجهه نظر البطل. قصدك يعني ان انا كومبارس؟ لا انا اسف. لا يا ابني ما تخافش، انا ما زعلتش. أنا طول عمري عارف إن أنا مش البطل، ولا كنت عايز. بطل ده يا ابني مطلوب منه إنه يواجه ويفكر ويخطط ويفضل طول الوقت عايش تحت ضغط. وأنا بصراحة ما اتخلقتش لكل ده. أنا أحسن واحد ينفذ الأوامر، وعشان كده أنا الوحيد اللي لسه عايش، وكل الأبطال اللي في الصورة اختفوا. النهاردة يوم الحساب. أنتوا شايفيني كافر ودمي حلال، وأنا شايفكم كده بالظبط. مش أنتوا عايزين تطبقوا الخلافة؟ أنا موافق، وبحكم القانون والعرف أنا الخليفة ولي الأمر وعليكم الطاعة. سيدي الكاهن الأكبر، خادم الآلهة، السادة الكهنة، يا ترى محاولة قتلي أنا والحكيم إني وسنين موت من وحي الآلهة ولا من وحيكم أنتوا؟ إحنا رجال علم ودين مش قدر. سيدي الكاهن الأكبر، حراس المعبد هم اللي حاولوا يقتلونا، ولا يمكن هيعملوا كده الا باوامر منكم. مولاتي حتشبسوت ابنه الفرعون وزوجه الفرعون، ده اتهام خطير. انت ليه ما قلتش مولاتي حتشبسوت فرعون مصر؟ فرعون مصر هو مولاي تحتمس الثاني. مولاك تحتمس الثاني بيتجهز له دلوقتي مراسم جنائزيه تليق بيه بعد ما سلمني الحكم وذهب في سلام إلى عالم الخلود. مفيش قدامنا غير حل واحد. اوعى الدم يا علي. دم بدم يا أمي. أولها كان دم حسن راس الغول. ومين اللي ابتدى يا ست فاطمة؟ مش هما؟ وآخرها مش عايزاه يبقى دم علي. بعدين فين المكر والحيلة؟ الحيلة والمكر ليهم حد. بعد كده مفيش حيلة. وإحنا وهم فارقين. لو رحمناهم مش هيرحمونا. بس هما السلاح والقوة. وأنا القلب اللي على حق. الحساب تقيل واحنا مش قرب عن بعض. هتقولوا مين منكم بره هو اللي بينفذ وبيخطط تبقى ماشي، مش هتقولوا هعاملكم معامله المفسدين في الارض، ولاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، وهو ده القانون. القانون يا مولاتي، وانا خادم للاله آمون رع، بيقول إن الفرعون يكون رجل مش امرأة.
مصدقاك طبعا. انا كمان ابويا الاله امون رع امرني اني اقطع روسكو دلوقتي حالا. انا بضرب مره واحده بس في الرجلين، التانيه في القلب. اللي عايز يموت يسكت، اللي عايز ينجي نفسه يتكلم. القتل باب الشر، فاحذري يا مولاي. والمؤامرة اللي كنتم مدمرينها دي ايه؟ باب للخير؟ ولا دمنا كان مشروب مقدس كنتوا ناويين تشربوه في المعبد؟ حتشبسوت، اوعي تقعي فخ الشر. هم اهل الشر، هم اللي صنعوه. وازاي تقبلي على نفسك تنفذي الشر اللي هم دبروه؟ فين قلبك الطيب يا بنتي؟ ما عادش في مكان للعفو سيدي. كان ممكن اعفو لو كان الكاهن الاكبر يملك ثمن العفو. انا املك ثمن العفو؟ انا املك ثمن العفو؟ ارجوك. انا عهدتكم ننصر الخير على الشر، والعهد بيني وبينكم موصول. من علي الزيبق ابن حسن راس الغول هنقاوم الشر بكل الطرق، بالملاعيب، بالمناصف، وبالقتل لو قتلونا. أنا هرجع البيت القديم في الأقصر. علي خلاص مش هيسمع لحد. خلي بالك مني يا عمر. أيوه أنا فرعون زي ما بتقول، وعبد العزيز ده هامان. اللي كفر الحاكم عبد العزيز يبقى ايه؟ يبقى كافر يا فندم، وهكفر سيئات امه كمان. مين فيكم اللي هيتكلم؟ انا هتكلم. وانا نايم في معبد سيدي الاله امون رع، فتحت عيني لقيت النور ملا روحي، ولقيت الإله العالي بيكلمني وأنا بترعش، ولقيت صوته كله نور، كله نور، وبيقول لي: كذاب حقير، اكتب يا كاهن الصادق، اكتب. حتشبسوت هي الفرعون، لا أنثى ولا ذكر. بعد ما الإخوان حاولوا يفجروا الباشا، نزلنا لميناهم كلهم، وبعد كده رحنا على الصعيد حسب أوامر الملك عشان نقبض على الخط. الباشا كان حزين عشان ساب الست نعمات في المستشفى، بس دايما الواجب والمكانة أهم. حد يجيب شنط من العربية. نورت يا فندم. أنا لا عايز تشريفة ولا احتفالية، أنا عايز كل المعلومات عن العاصي تبقى موجودة على مكتبي في خلال ساعات، واللي مش هيشوف شغله كويس هعزله.
حتى لو وصلت النعز المدرية بحالها، مفهوم؟ تمام يا فندم. اتفضلوا. ده تمثال لوجه مولاتي هنزين بيه ركن من اركان معبد الدير البحري اللي صممته الرجال. جميل قوي، بس ده مش شبهي. مش شبهك؟ ده نسخه من مولاتي. نسخه من حتشبسوت مش من الفرعون. طب وايه الفرق؟ فرق كبير. الفرعون اله قوي وراجل دارين يا سننموت، داري حتشبسوت وزهر الفرعون. هتعرف تداريني وتحافظ على جمال التمثال؟ أعمل إيه يا مولاتي؟ الفرعون لازم يكون له دق وجسم رجالي، كل تماثيلي لازم تكون كده. فرعون إله قوي قدام الناس. حاضر، بس برضو مش عارفة داري الجمال. أخي وابني العزيز مصطفى، أكتب إليك هذا الخطاب وأنا أعلم أنك الآن خارج أسوار السجن، فقد حصلت لك على عفو عن المدة الباقية. مصطفى، أنا سافرت في مهمة في الصعيد وتركت لك حساب خاص في البنك، أرجو أن تحسن التصرف فيه وتكون الفترة القادمة أفضل. تركت لك أيضا مكان بالمستشفى التي بها نعمات، الإنسان الوحيد اللي هزت قلب أخوك هي حب حياتي، ولكن لا أستطيع أن أحتفظ به، فأنا دائما في صراع بين أن أعيش وأحب يا إما أحافظ على مكاني ومكانتي. خد بالك منها مصطفى، وخد بالك من نفسك. ادخل. صباح الخير. صباح النور. أنا أخو بشر، هو كان سافر مأمورية في الصعيد وطلب مني أني أجي وأطمن عليك، ولقيتك أهو ما شاء الله زي القمر. أنا الحمد لله. أنا عايزك تطمني، هكون جنبك لغاية لما تقومي بالسلامة إن شاء الله، ونسمع صوتك اللي بشر بيقول إنه بيسحر وإنه اتسحر بيه، هتكوني زي الأول وأحسن. طبعا مش احلى، لان مفيش احلى من كده. متشكرة يا مصطفى. متشكرة يا مصطفى. وحشتيني علي. انت اتجننت؟ انزل. اتجننت بحبك. طب انزل هتقع. انت ازاي تخاطر بنفسك تيجي هنا؟ امشي امشي انت من عمرك. عمري كله فداك يا زين، ما قدرتش اتحمل البعد. وانا ما اقدرش اتحمل اشوفهم بيأذوك. امشي بقى. ما تخافيش، انا جاي علشان اوعدك ان مفيش قوه في الدنيا هتفرق بيني وبينك ولا حتى ابوك. وانا معاك يا علي، هستناك العمر كله. زينة؟ أبويا. أنت فين يا زينة؟ علي! اقتلني لو تقدر، اقتلني. يا ريت، بس وقتك لسه ما جاش يا كلبي. عشان خواف. علشان طريق أكبر من رقبتك بكتير. طار أبويا هو طار كل أصحاب الحقوق، قوتك ما يكفنيش عشان لسه في زيك كتير. أنت ما تقدرش تموتني، أنت عارف ليه؟ عشان هي اللعبة كده، شطار وأسياد يا ابن راس الغول. الشطار يحاولوا ويحاولوا ويحاولوا والناس تسقف لهم، والأسياد يموتوا الشطار والناس برضو تسقف لهم، وإنتم تموت سيرتكم للأبد. مش بقولك موتك لوحده مش كفاية، لازم يموت صنفك كله يا كلبي، لازم تموت الفكرة الموجودة بوجودكم لما الشطار يكسروا الخيانة ويطلعوا سلالم تبان بعرقهم.
ويرموك من فوق قصرك ويدقوا عظمك ويقعدوا مكانك. ساعتها بس هيبقى خير البلد رجع لأهلها. لما شرها يطرد أنا هسيبك من غير سلام. ألد أعداء أبوكي وتحبيه؟ إدي جنان دي؟ عدو عدو، ما كفاية موت وخراب. لو ما قتلتوش هيقتلني، هيقتل أبوك يا زينب. عشان خاطري يا أبويا أنا هكلمه ينسى الطار والانتقال. مش هينسى، ده زي أبوه. اسمعي، ما تقربيش من الواد ده تاني، فهماني يا زينب؟ ما أقدرش. طب اسمعي بقى، أنا كنت هصفرك فارس تتجوزي هناك، دلوقتي هتقعدي هنا وجوازك هيتأجل لحد ما تشوفيني بقتله بإيديا قدام عينيكي. ولو خالفتيني يا رينا، لو خالفتيني هقتلك. غوري من وشي، غوري. مال أنا ومال الكلام ده؟ مال أنا؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ اللي جابني رجليا ودخلت من الباب. انا مش حامل قافيه بالمنظر ده. انا عايزه مصلحتي، عايزك تيجي معايا الاحوال المدنيه عشان تعمل كشف عيله يا خفيف. يا خفيف؟ انا لسه راجع ومفيش موظفين غيرك لسانهم يبقى مربوط شويه. بابا مش عاوز اي حد غريب يطلع على حاجتك. طب بصي، انا هاجي معاكي بس بشرط. شرط؟ هو انا جاي اشحت منك؟ انا جاي لمصلحتك عشان اخلصك وتخلصنا. لسه راجع، بعد اذنك هنروح احنا مع بعض المشوار ده، بس يا ريت نفضل ساكتين وما نكلمش بعض. ما اضمنش. معلش حاولي. حاولي عشان خاطري. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا، ما تسبليش كده وتتنحنح. انت فاكر نفسك مين، حسين فهمي ولا محمود ياسين؟ ايه ده ايه ده؟ انا طالع البس. ما تتاخرش عشان انا مشغوله جدا جدا. انتوا وزراء مصر وحكامها، لازم تلاقوا حلول. الناس عايزة الناس تحس إنها متنعمة في خيرات مصر. الشعب في حكمي لازم يبقى سعيد ومطمن، مفيش قهر، مفيش حاجز بيني وبين الناس مهما كان. مهندس سنموت، إيه أخبار المعابد الجديدة؟ بنبني معابد في مصر كلها بتعكس جمال وحسن ذوق مولاتي. اتفضلوا. من أراد كل شيء يخسر كل شيء. كم نفر جواك يا جبل ومعهم كديه سلاح وشكلويه العاصدة؟ حديد كتير عم يدور في راسك يا بيه، صح؟ متهور انت يا عاصي، متهور. بس ما تفرحش قوي كده، انت ما جيتش هنا ودخلت بيتي ورفعت عليا بندقيتك عشان تقنعني انك تقدر توصلي. لا، الحقيقة ان انا اللي نزلتك من جبلك عشان انت نفسك تشوف
مين هو بشر؟ نزلتني ايه وجبل ايه وجبتني فين يا بيه؟ الجبل جبلنا والبلد بلدنا، وانت هني غريب، مهما قعدت هتمشي، تمشي على رجليك، تمشي على ظهرك، هتمشي. انت عارف ان موتي مش سهل، عارف كده كويس ولا لا؟ موتي مش سهل. انت اللي غرورك خلاك تنزل من جبلك عشان تكلمني وتشوفني وتمشي. ما تغرش ليها يا بيه، الحكايه كلها في يدي. انا جيت اشوف الضابط الكبير بتاع مصر، بيقولوا انك هتشوف الملك. لما تشوفه ابقى اوصف له الخط، قول له شفته بنفسي وكان راجل. هوصفك يا عاصي، عندنا كشف بنثبت فيه اوصاف المجرمين بعد ما بنقتلهم. هوصفك. ماشي، خبر انا ليه ما قتلتكش دلوقتي؟ اصلا لما تطول بتحلو قوي، ليه بقى نحرقها من الاول؟ وانا موافق، انا موافق، خليها تطول. ماشي ماشي يا بيه، قلبك تقيل وقاعد وتعجبني، بس دي اول معاد. عاصي الميعاد التاني أنا اللي هحدده. هنشوف يا بيه، هنشوف. احنا لازم نعمل حاجة كبيرة، حاجة تحسس الناس بوجودنا وتخليهم في صفنا. يبقى نولع في البلد. يا رجل الفيل كده مش هيبقوا في صفنا، كده هيقصفوا عمرنا. نقتل الكلب لسه أوانه ما جاش. ما تقول علو خلصنا، انت بتفكر في ايه؟ دماغك فيها ايه؟ هنسرق خزنة الوالي. بس ده مستحيل، ده عندهم جيش بيحرسها. يبقى على بركة الله. رايح فين يا غريب؟ كلمة سيدي. سيبوه اغمر. انا اخوك خليل بندر من تونس الخضراء، حب القابل سيدي المقدم، عندي هدايا كتير سيدي. اهلا وسهلا. هي مقابلة المقدم كده بالسهل يعني ولا ايه؟ بالسهل بصعب خويا، شنو تأمر؟ انا هوني جديد. نحب نقابل سيدي مقدم، نعرض عليه هدايا خاطر افتح باب رزق هون بالسوق عندكم. المقدم مش فاضي. لك صندوق والباقي المقدم. والصندوق ده فيه ايه؟ حلويات تونسية وحرير وكشمير، وفوق الصندوق عالليل جيب 7 جواري قطفة أولى من اللي جروا الريق. لا هاخد صندوق. ايه صندوق يا عم انت عبيط؟ قصدي ملا شنو؟ كتير على اخوك صندوقين. وهاخد معاهم جاريه من الجواري. كتير بقول لك. شنو سيدي؟ خذ صندوق وجاريه. مزيان مزيان، شكلك تعبان على الاخر. لكن ما ننجمش ونرجع توا، خذ الصناديق افرزهم براحتك وانا باش نمشي نجيب بكيت الجواري. هكاكا لديتك تمن. هكاكا هكاكا. لكن احلفك بالله تعرف حد عن الصناديق واللي فيها؟ أمان عيب في الحفظ وفي الصون. بس أنت روح بسرعة، وأول ما تيجي هدخلك للمقدم أول واحد. بس ما وصكش، عايز الجارية كده تكون حلوة وبيضة ومربربة. حاضر سيدي، هجيبها مربربة قطفة أولى. سلام سيدي، سلام سيدي. والراجل عشان طماع هيصرف الحرس، والمكان هيبقى فاضلكم. انصراف منك، روح على حصة غدا، مش عايز هنا حد خالص، واللي هياكل حاجة من منابح هفرمه. انصرف منك له. يلا خف بسرعة. يا حظك يا رطم، يا حظك. انت مين؟ انا مارد الصندوق. انا من الحرس المخصوص المقدم صلاح الكلبي. الشطار واللصوص هجموا على المكان وقتلوا كل الحراس اللي تحته، ما فضلش غيرنا احنا الثلاثه.
عدد كبير، لو شفت منظرهم هتتبهروا على نفسكم من الرعب. دمر صوتهم، اديني مفتاح الخزنة بسرعة، ندخل نفلع على نفسنا عشان نلفت بجلدنا. انتم مستعجلين على عمركم؟ انا مش مستعجل على عمري. يلا بسرعة افتح، بسرعة افتح افتح. تمام يا رجالة، اتفضلوا. والخزنة دي يا علي فيها ذهب كتير؟ ذهب بس، ده ذهب ومرجان وياقوت. يا سعدي كانك يا أمه، أخيراً هجيب لك الغمش الذهب اللي طول عمرك كان نفسك فيها. يا رجل الفيل البلد كلها عارفة النمك قدامي مات وانت بتتولد. تصدق نسيت علي. أم عمر، فيه يا علي؟ قلم اللي هنقدر عليه، فرق ثلاث أرباع على أهل البلد والربع هنسيبه قدام بيت الكلب. ليه يا علي؟ خسارة في إيه؟ حرقة الدم ليها أصولها يا عم عمر. ماشي يا علي، نسعى في رجالة. أنا هادي هادي، ركز بقى معايا. مين اللي سرق الخزنة يا قريطم؟ المارد. مين؟ مارد الصندوق. أول ما فتحت الصندوق قال لي إن اسمه كده، مارد الصندوق. طيب ومين اللي جاب الصندوق اللي جوه المارد؟ واحد تاجر من تونس قال لي دي هدايا للمقدم وسابها ومشي. تونس؟ قال لي هجاك الهدايا. ضحك عليك يا غبي، ودخل رجالته جوه الصندوق وانت طمعت في الهدايا فسربت الحرس وفضيت المكان. صح، بس بص، هو راح يجيب الحريم المربربة وجاي بسرعة، أول ما يجي نقفش طمانة رقبته. ثاني يا غبي، ثاني. أعمل فيك إيه؟ أعمل فيك إيه؟ قول. أفهم من كده يا مقدم. الحمد لله على السلامة يا باشا. الله يسلمك. طب يا باشا، إحنا خارج الحدود ولا إحنا فين؟ ماشي يا كبير. سادة مثلا، أنت فين؟ انا هنا وانا فارس جلجل. ليلتك بلاك بلوك يا ابن العبيط. يا باشا ده انا واخد ساعه من العربيه، لما سرع العربيه كلها تعمل ايه فيه؟ يا باشا يا باشا انا هموت. يا باشا يا باشا اللي بيحصل ده مش رجوله على فكره، وكده الواد هيموت في ايديكم. اكسب يا بطل، بعلقك مكان. طلعوه. ولا يجيب من الاخر وتقول لي مين اللي بعتك تدور ورايا، يا اما اخرتك هتبقى في البرميل ده. يا باشا والله العظيم لو عندي كلام تاني كنت ريحت نفسك وريحتني وريحت ال... انا بموت. نزلوا ابن الكلب ده. يا باشا والنبي والنبي يا رجاله والله يا رجال. انا باشا اصلا مستني حضرتك في الفيلا. طيب ولا اثبت هسيبك شويه ورجع لك، يا اما تكون قلت وتجيب من الاخر، يا اما انت الجاني على روحك. فاهم يا روح امك؟ فاهم؟ رد علي. عايش يا ابن الفقرية. بص في ايه ورايا؟ اكسر كوبايه وفك نفسك. انا عرفت ان الواد ده مفيش حد وراه، وانه كمان اول مره يعملها، عشان محتاج فلوس لعمليه واحده قريبته، حاجه كده زي الافلام القديمه. انا اتاكدت من كل ده بنفسي يا سليم بيه، وتليفونك اللي عليه الرسائل والايميلات اهو. الواد ده ما لقاش الا عربيتي انا ويسرقها. من بخته الاسود.
بس انا تحرياتي بتقول ان الواد ده طول عمره ماشي جنب الحيط وملوش في العوام. بس برضه ما نعملوش. شوف يا باشا، انا عملت اللي عليا والواد عندكم، اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، بس عن نفسي بقول لك ان مفيش حد وراه. سلام. ايه ده، انت مش هتتعشى معانا؟ لا يا بني، عندي عزومه. سلام. بس برضه سعادتك الواد ده خطر علينا، والصح ان احنا نخلص منه، لانه كده عرف شكلنا وعرف عننا كل حاجه. بس مش عاوز حد يحس بحاجه. انتوا شوية بلالين منفوخة على الفاضي. يا اثبت يا الشاب الكيوت ياكل بالشلول. تمام يا فارس، انت مكانك يعني الجوهوة. راحوا فين؟ واحد جالي كده، واحد جالي كده يا ريس. انتوا الاثنين من هنا، وانتوا من هنا، وانتوا تعالى ورا. مش هتصوتي؟ بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيمة، لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. ها؟ انت فاكر ان انت هتقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت، يعني مش ممكن تخرج من هنا على رجليك. سليم الوزان على نفسه ضربه الأعور على عينه، قال خسرانة خسرانة. أنا مش عايز منكم حاجة، أنا عايز أروح. ها، هتعمل اللي أنا هقولك عليه ولا زعلك؟ نعم يا روح أمك، منك له هيكون راح فيه اتبخر يعني؟ انتوا رجال انتوا. سليم باشا اطمن، احنا مأمنين الفيلا بره وجوه، هيكون راح فين يعني؟ ولو ريحتك كبير قلت لك انا فين؟ سيبنا روح ودار مدخلك شر. لا ملوش لزوم الغشم خالص، رصاصة تخرج كده تخرج كده تعور الحلوة، ولا ايه يا صاحب الحكمة؟ نزلوا السلاح واخرجوا بره. مستنيني، قلت نزلوا السلاح واستنوا بره. وانت نعيم اعمل كاسين ليا انا وفارس. فارس؟ ايوه فارس.
سيبها وارمي المسدس وتعالى حتشرب كاس معايا. كانش ينعزى كبير بس ما بشربوش. اسمع كلام سليم بيه، مش هتندم. تعالى اشرب كاسك معايا يا فارس. من غير غدر يا كبير. هاخده بيك ليه وانا محتاج واحد زيك؟ هو لما هو واحد زي سعادتك هيحتاج واحد زي حالاتي يعمل فيه ايه؟ هتشتغل معايا. ده انت امك تبقى دعيالك. انا ما شفتنيش اصلا عشان تدعيني. ايه يا انت وهو هتتعبوا نفسكم وتضربوني؟ انا ما اعرفش اي حاجه يا جدعان. فارس الجن هو اللي عمل كل حاجه. وبعدين انتوا مش عارفين انا مين. انت مين يا واد؟ سيد مسلة. مسلة يا كداب؟ انت تبقى اقصر مسلة شفتها في حياتي. سيبوه يمشوا. ارمي السلاح وحمار منك روح وامشوا. مش حد من الرجال يهاوب ناحيه الفيلا. هتوقف لي كده كتير؟ انا لو عاوز اخلص عليك هخلص عليك في ثانيه، وانت عارف كده كويس. العوافي يا زينهم. العوافين يا زوزه اللي ما فيش زيك اتنين. ما تيجي يا بنت انا وانت نتفرج على فيلم احاسيس. يا شيخة ليه؟ بقول لك ايه، ما شفتش فارس؟ فارس؟ انت عايز ايه من فارس يا زوزو؟ من امتى في بينك وبينه عمار؟ لا يا اخويا، ما خلاص رجله جات وبقى تبع الكوبانيه. الله 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 الله، يبقى انا كده اديت رسالتي في الحياه. سلاح سعادتك؟ سلاح اللي هو بيموت بني ادمين؟ انا ماليش في السكه دي خالص يا باشا. كويس انك بتختار سكه لنفسك تمشي فيها، بس اللي مش كويس انك بتختار غلط. ما هو يا اما تبقى مننا يا اما هتبقى علينا. ساعتها يبقى الله يرحمك ويحسن ختامك. اللي مزعلني ان سعادتك مش شايفني صح. الظروف خليتك تشوفني حته عيل حرامي، بس والله العظيم انا طول عمري ماشي في السليم. ربنا وحده يعلم ايه اللي خلاني مد ايدي. عشان تعالج قريبتك مش كده؟ انت مخابرات ولا ايه يا باشا؟ انت هتحسده ولا ايه؟ ربنا يحرسك يا بيبي. بصراحة يا انت عجبتني وخيشت في دماغي على الاخر. انا محتاج رجالة زيك صفحتهم بيضة يشتغلوا معايا. ساعتها بقى مش هتبقى محتاج تكسر عربية عشان تسرق ساعة ولا موبايل. شكلك وش فقر يالا ولا ايه؟ احنا شبعنا فقر يا فارس. مقضية بعون الله يا باشا، ان شاء الله سهلة وقتها مش مستاهل. اسكت انت، اسمع منه هو. وافق يا فارس، وافق وانت اللي كسبان. هات لي شنطتي يا نعيم. اوامرك يا باشا. باشا قول يا فارس. عشان ايه دول؟ عشانك. تدفع منهم حساب المستشفى بتاع قريبتك، وتظبط نفسك انت والمسلة القصيرة دي، وترجعولي بقى نبتدي شغلنا. مد ايدك يا فارس وقول لسليم بيه يدوم العز. يا عم انت لسه هتفكر؟ حد يقول العز لا؟ مد ايدك خد الفلوس وبوس على ايد عمك الحاج. يلا ما تكسفوش. ما شفتش كاسك يا فارس. وتاهت بينا تاني ليالينا ليالينا، وقل نرسى نرسى عالمينا. ترى احنا داخلين على ايه يا مسلة؟ بعون الله داخلين على خير وعز وهنا عمرنا ما شفناه في حياتنا. بعون الله يا ابن الحشاشة، ياد ما توزناش على الغلط. هذا احنا داخلين سكة مش عارفين اخرها ايه. يعني انت اخويا عارف اخرة الفقر اللي احنا فيه ده ايه؟ عايزين نعيش يا عم زي الناس دي ما عايشة. عايزين ناكل احلى اكل وننام على احلى فرش ونصاحب احلى نسوان هشكة في الدنيا. اللي عايزنا نفضل مدفونين في التراب ده. فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة وما ينفعش نضيعها من ايدينا. انت
فمين هذا اللي استمت مسلة؟ علي النعمة انتقلها الشر عند الفراعنة. هذا أنا عارف، عارف إن الزمن اللي إحنا فيه ده الحلال بقى حرام شرعا، بس سيبنا قلبها في دماغي. يابا المواضيع دي ما فيهاش قلبها ولا شقلبها، العالم واصلة قوي، يا إما نبقى معاهم وزيهم يا إما هتبقى نهاية أنا وأنت يا جن. امسك. ده نوعه إيه دي؟ ظاهرة الزهرة ولا الثورة مستمرة؟ لا دي الطرف الثالث. لسه الواد الظابط ده ما تهدش يا تهامي. لا لسه. بس ما تقلقش. مفيش حد من القيادات الكبيرة مهتم، علشان الواد معهوش دليل بجد يقدمه لهم، هو ده بقى اللي بيفرق علشان يوصل. اتصرف معايا يا أخي. أنت منهم. ليك سكك. ما هو ده ملوش سكة. عيل جديد بقى وأخضر وعايش في الدور. بس أنا حاطه تحت عيني لحد ما لقاله صرف. واحنا برضه من ناحيتنا يا باشا لازم نهدي اللعب الفترة اللي جاية دي. ما ينفعش. ما ينفعش. في بضاعة لازم تتسلم وأصحابها مستعجلين عليها قوي. وبعدين يا أخي احنا بقالنا فترة غايمين. تشبعت ولا إيه؟ لا باكل باكل أهو. بس ممكن الفترة اللي جاية نخلي بالنا قوي ونأمن نفسنا. تقلقش. أنا هعمل احتياطاتي كويس. تقدر تخرج من هنا؟ انت مش عارف انت بتتعامل مع مين؟ ده سليم الوزان ورجالته هيقطعوك حتت. سليم الوزان على نفسه ضربوا الاعور على عينه، قال خسرانه خسرانه. انا مش عايز منكم حاجه، انا عايز اروح. بس وحيات قميص النوم اللي عمري ما شفته غير في السيما. لو غدرت بيا هعمل معاك الغلط. تسلم يا بيه. خد يا عم عيب، احنا اخوات. ما شاء الله رجالتك عينيها مليانه. ازيك يا باشا؟ عموم. انما ايه الاسلحه دي كلها يا فارس؟ ده المنيو يا باشا. هو ده بس ولا في تشكيله ثانيه؟ لا في اسلحه ثانيه بأطباع التيشيرتات الجديده، لسه شراء جديد من خير سعادتك. برافو. سعادتك انا ماشي بمبدا احب ما تعمل حتى تعمل ما تريد. وبعدين احنا جاهزين للشغل ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. برافو. انا احب الرجاله اللي دمهم حامي على الشغل. بكره اول طلعه ليكم انتوا الاثنين. اي حاجه تعملوها هنا انتوا الاثنين مفيش تالت يعرفها. ادينا الثقه بس يا باشا. رجوله افعال مش كلام. اما نشوف يا فارس هترفع راس سليم بيه ولا فلح تتشطر عليا انا بس. ادينا هنجربه. لو طلعت قدها هدلعكم انتوا الاثنين اخر دلع. ان شاء الله نكون عند ظن حسن سعادتك. نورتي بيتك والنازله يا ست الناس. ربنا يخليك لينا يا ابني ويديك على قد نيتك. طب نام انت بقى يا اما وارتاح، الدكتور قال لك ما تتعبيش نفسك خالص. حاضر. يلا يا فارس يلا نسيبها ترتاح. تصبح على خير يا ام صفيه. ربنا يبارك لك يا ابني. وحشتيني. لا وحشتك ولا وحشتني. في يا بنت انت ملبوسه ولا ايه؟ في انك متغير وحالك مش عاجبني يا فارس. مش عاجبك ليه؟ الفل الفل اهو، ربنا كرمني اخر كرم وفتحها عليا من واسع، واشتغلت مع ناس واصله زي ما قلت لك وكله تمام. ايوه. ايه بقى الشغل اللي بيجيب لك الفلوس الكتير قوي دي كده من قبل ما تبتدي؟ فلوس كتير قوي؟ علي النعمه لولا قصه الحب اللي بيني وبينك لو كنت افتكرتك حقوده. فيها روايه؟ هو تحقيق؟ كل شويه جبت الفلوس منين؟ جبتش الفلوس منين؟ انا واقف مع جهاز الكسب من غير مشروع. شغل بالحلال وكله في السليم ومفيش اي خوف على مستقبلنا. طب طلع المصحف كده واحلف عليه. ايه نسيته؟ تقريبا وانا بغير الهدوم نسيته في الطقم اللي لسه قلعه. بس انا كل يوم بغير طقم جديد زي زمان من العيد للعيد. نسيت المصحف يا فارس؟ فيها روايه؟ انا كده هتخنق منك. انا مروح انام عشان عندي شغل الصبح بدري. فارس يكون في علمك، انا لما حبيت فارس اللي قلب ابيض واللي عمره ما مشي في طريق الغلط حتى بعد كل اللي شافه. لو اتغيرت بقى مش هتبقى فارس اللي انا حبيته، وساعتها انت من طريق وانا من طريق. طريق كله تكاتك وميكروباصات، انما انا طريق مسافر ما فيهوش مطبات. عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك يا روايه؟ ان انت الفقر بيجري في دمك، انما انا عندي طموح. بكره تعالى يا روايه.
لما تدوقي طعم العزه تعالي. تمام يا فندم، ما لناش حاجة في العربيات. بقول لك إيه يا عصام؟ أنت مش ناوي تجيبها لبر بقى؟ مش ناوي تتهد؟ أتهد؟ تصدق إن هما كانوا بيدلعوني وأنا صغير ويقولوا لي يا رزل؟ طيب يا رزل، ما تزعلش، أنا بدلعك. اطلع يا ابني. ولا عربيه من عندك كلمه فتش دورتها في دماغ ادي يا سيد. حكايه السلاح دي وصلت لايه يا حبيبي الحاضر؟ وصلت ان التجاره في السلاح دي سلاح ذو حدين زي السكينه. لو قشرت بقى برتقاله واديتها لواحد يتيم حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. طب لو نفس السكينه دي غزيت بيها الواحد اليتيم اللي انت لسه مدونه البرتقانه حلال ولا حرام؟ حرام طبعا. لا حلال، لان الواد ده مش يتيم وبيكذب علينا. خد حلوه الحشيشه دي. جايبه من مين؟ ايه بقى بالواد حماده النجس اخو منى بستله. وما اشتريتش ليه من الواد وائل بلغم اخو نجات كارتيلا؟ لا ده واد الحشيش بتاعه فيستك، انما ده حشيش حلويات. الواد زعبله حلويات. جبل قلوط حلويات. ايه ده قلوط؟ كمين 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 كمين. انا بستجاك. انا مش قلت لك التجاره في السلاح دي سلاح ذو خزنتين؟ اخصم. ايه يا باشا؟ اه يا باشا والله العظيم بحبوك لله في الله. لا شيء مع ان سيادتك تاني كمان وقفنا كمان المرج وقفنا وشدت مع الضابط مشاده سلميه جدا. انزل يلا افتح لي الصندوق. وانت كمان انزل معاه. ايه ده انا؟ انت انزل. فضل خيرك يا باشا. بتنجان قلايط وقوطه. باشا وصبحه كمان لو عايز حاجه للجماعه. يعني انت هتهرج يا روح امك. فتشوا العربيه. مفيش حاجه يا باشا. مفيش حاجة يا فندم. سلام. بجد من عدمها كبير. استاذن سعادتك بس الرجالة ممكن يطلعوا لنا الأقفاص؟ واحنا فاضيين يلا شيل انت. على النعمة يا باشا احنا بنشيل من زمان قوي. على الطلاق يا باشا الخطبة في شرطة الشعب أقسم بالله. سعادتك لها كبير. بس اهدى على نفسك شوية. انت مش فاكرني ولا ايه؟ فين بدير؟ دي انا عين. حد يقدر ينساك برضو؟ فين البضاعة؟ موجودة. نزلوها. اشوف الفلوس الاول. ادوا الفلوس. ايه
ماشي، سلموه البضاعة. تمام يا كبير. يا ولاد الكلب، ايه ده سيد؟ انت فين يا؟ مش قلت لكم؟ عيب وزي الفران. عيب ده انا كبير. هي العيال ملهاش لازمه، بس الخوف كله من زعل سليم. بقول لك ايه؟ كده كده هو هيفش غله في شويه النسوان اللي بعتهم لنا، ويحمد ربنا ان محدش منهم اتقبض عليه. هعوضها له العمليه اللي جايه. دماغك سم يا اضبط يا خروف منك ليه؟ اضبط يا شبهها منك ليه؟ اللي هيتحرك من مكانه والله لا اقول له. لا ده سيد. يا دل اشحن القطيع على التلاجة. يلا يا شبهها منك ليه على التلاجة؟ يلا افتح الباب. يلا يا ولد. يلا يا دل افتح الباب وبالراحة للتلاجة فوز. يلا يا اللي هيخرج من التلاجة هموته. تعال يا كتلة، تعال. انت هتدوسني ولا ايه؟ اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه. الفلوس فين؟ مفيش فلوس، بضاعتك في العربية زي ما هي، خدها واتكل على الله. اه، الكلام ده في شارع ماما. لخص يا جن. الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ التالتة في دماغك، فين الفلوس؟ يعني ايه الحكومة كبست؟ ده اللي حصل سليم باشا. والبضاعة؟ وفارس وسيد حصل لهم ايه؟ سعادتك يا هانم، أول ما حصل ضرب النار كل واحد مننا جري في حتة. باشا سعادتك انا شاكك في العيال دول لا يكونوا مرشدين او عاملين علينا لعبه. ما هو سعادتك يعني احنا دخلناهم في وسطينا من غير حتى ما نتقص ولا نعرف اصلهم ولا فصلهم. تعبيط يا نعيم ولا بتستهبل؟ اذا كان تهامي بنفسه اللي جاب قرار العيال دي، لا لا اكيد حكايه غير كده. اطلب لي تهامي. قول لك نظر يا ابو المفهوميه، الحكايه غير كده خالص. ايه الحكايه يا فارس؟ البضاعه زي ما هي في العربيه يا كبير، وادي الفلوس كمان يا عمهم، مش ناقصه جنيه. ده انت جامد اهو يا فارس. برافو برافو يا فارس. بس الدير لازم يدفع ثمن غدره بسعادتك. دفعوا بزياده. تلميذك قنبله رجوله، انا علمت عليه هو ورجالته، اديتهم درس عمرهم ما ينسوه.
عرفته ازاي يتعامل مع الكبار. انا مش قلت لكم الاول ان فارس ده مكسب؟ انا يا ابني حوريك عز عمرك ما شفته. وانا عموم مش هينوبني من العز وز، انا كنت معاه برضه. وانت يا مسلم هينوبك من العز بحاجه كده على قد طولك. حبيبي يا عمو. I can feel your heartbeat when I'm all alone. I can feel your heartbeat like it's my own. I can hear your music from a million miles away. The angels got high when they made you. What's he doing? بس ماليش فيه. انا عمري ما دخلت فرهان مع نفسي وخسرت. من اول مره شفتك فيها لقيتك جدع ابن بلد وذكي، والاصناف دي ما تلاقيش زيها اليومين دول. سعادتك الرجوله موقف، الراجل اتربط في الانسان. والفين سليم بيه؟ يوه سليم بيه، سليم بيه انسى سليم بيه اللي لادي. سليم بيه لله دي بحر، أصله بايت في بيته التاني. تركز معايا أنا شوية. أوه سليم بيه راجل شرق يعني، ولو عرف إن أنا قابلت سعادتك وراه ممكن يزعل. إيه ده إيه ده إيه ده؟ هو أنت من النوع اللي بتخاف؟ سيبك من بيخاف وما بيخافش والكلام ده. هتشوفي لك دخلة تانية. ممكن سيجارة؟ السيجارة دي عندها السول. وصلنا يا ستي، براحتك خالص. هات هات الجزمة دي عندي. لا دي بتاعتي. طب تتكلمي اسرع. اوبا سيبك بقى تريحي وبكره تبقي زي الفل. استنى بس شويه انا هعرف اظبط نفسي كويس. انا عندي سكام دوب الانفيه عملتها. طب انا اطمنت عليكي بقى، استاذن انا لو عوزتيني بتكلميني. لا استنى، رايح فين؟ عشان خاطري يا فارس اقعد معايا شويه، انا محتاجه اتكلم مع حد. عشان خاطري 5 دقايق بس وبعدين روح. تفتكر يا فارس انا مبسوطه بالحياه اللي انا فيها دي؟ ده اللي يشوفك من بعيد يقول عليكي مبسوطة. برافو عليك. بعيد الناس كلها مصدقة الماسك اللي أنا لابساه، بضحك طول الوقت ولبسي كله على مود، يعني على آخر مود، بس ما حدش عارف قد إيه أنا بكره الظروف اللي وصلتني لكده. ما يعرفش يقول عدس. يا فارس أنا اتولدت في بيت الأب كل شغلته إنه يخلف بنات وبعدين يجوزهم لرجالة كبار ويقبض تمنهم.
يعني ما يفرقش كتير عن اي قوات. اوراني يعني؟ بالظبط. الله عليه سؤال، ابوك طلع اوراني؟ لما كبرت ابتديت افهم، لقيت الموضوع بيع، فقلت بيع ببيع واستفيد انا احسن. والله عدك العين. فبعت نفسي لسليم وبقيت زي ما انت شايف، نانا هانم. نانا هانم اللي من وهي عيلة صغيرة بتحلم انها تقابل حد من سنها زي اي بنت عادية. عارف يا فارس، انا عمري ما حبيت قبل كده. نفسي احب واحد يكون راجل بجد، اعيش معاه اللي عمري ما عشته. انا مش قادره انسى اليوم اللي دخلت عليا اوضه النوم اسمك لابس جسمي. ايه قمت ليه؟ بص يا نانا، انا عارف ان انا فيها حاجات وسخه كتير، بس ما توصلش ان اخون ولي نعمتي. أنا ممكن أكون عايزك بس ما ينفعش. هو إيه اللي مش هينفع يا زبالة؟ هما السطرين هيهبوا عليا أنا ولا إيه؟ فوقي. سطرين يا جربوع يا بيئة يا واطي يا معفن، أنت زيد نفسك. أنا نانا هانم، يعني ما تقلش ما ينفعش. بص السنين ده وحياة أمك لأجيبك راكع تحت رجلي يا جربوع. نزلت اعمل شولنج كده واشتريت لكم شويه حاجات. ست الناس شل، احلى ست في الدنيا شل بالكهرباء. ان شاء الله يخليك يا ابني ويبارك لك. ربنا يخليك يا ام صفيه، ملكه ملوك العالم. فستانه وانا مش عارف وشه من قفاه، بس هو عجبني ومتعلق على التمثاله ب 2000 جنيه. اهدى كله يا سي فارس. بتسمي الله بيت. عايز افهم بقى شغل ايه اللي يخليك في العز والقبه دي كلها وتجيب كل الحاجات الغاليه دي كده في كام شهر؟ فتقولي لها حاجه يا ام صفيه، ده بدل ما تفرح ان ربنا كرمني وفتح عليا من واسع. يا فارس يا حبيبي، احنا خايفين عليك يا ضناي. خايفين عليا من ايه؟ الفلوس بتعض، هو العز وحش يا ناس؟ بس عشان اثبت لك حسن نيتي انا اخدك معايا الحفله اللي الراجل اللي انا شغال معاه عاملها، عشان تشوف الراجل ده محترم قد ايه وواصل لحد فين. ومن كتر حبه في العبد لله خلاني دراعه الشمال يمين. اسمعي كلامه يا بيت وروحي معاه. حاضر حاضر يما، لما نشوف اخرتها ايه معاك يا فارس. على النعمه من نعمه ربي، مشاعري ليك اللي جوه اكتر من كل فلوس اللي بره. شفت بقى الكوافير هنا وديتهولك غيرت 150 درجه. ده انا حاسه ان انا قرع، ما اعرفش ودى شعري فين. قرع يا بنت زي القمر. انا مرن الواد الشياكه دي. اه بدنا غني. ليلتك بتزغرت يا كبير. انا اللي قلت لها. ازيك يا فارس؟ ازيك يا باشا؟ ازيك يا مسلم؟ ازيك يا عمهم؟ مين دي؟ هتدوقها خطيبتي يا كبير. ما شاء الله ذوقك حلو يا فارس، طالع لي. ازيك يا رؤية؟ الحمد لله. وهتتشطروا امتى بقى عشان نفرح فيكم؟ افرحوا فينا يا رؤية، افرحوا فينا قريب ان شاء الله، نتجوز ومصر كلها تفرح فينا. تتلحلح كده يا فارس وتاخد رؤية وترقصها. لا يا اختي ماليش فيه. ايه دي مين دي؟ يا رؤية خطيبتي. اه رؤية رؤية. يا حبيبتي ما فيش فيه. انا بقى ليا فيه. يلا يا فارس. معلش انا نايم، بس عندي شد عضل وفلات فوت من وانا صغير. ايه ده يا فارس اتجننت؟ شد عضل ايه وفلات فوت ايه؟ ارقص مع ناني، عضلاتك كلها هتفك. اسالني انا. عشان خاطرك يا كبير ارقص. يا بنت بطلي جنان واستني بقى. الشيخ ده لو بروت اسد فرجت عليها الناس. اوعى ايدك دي، انت من هنا ورايح مالكش اي حكم عليا. قد الكلام ده رؤيه؟ اه قد، وسبق وحذرتك قبل كده، لو مشيت في سكك الغلط انت من سكه وانا من سكه. ماشي يا فارس بيه؟ يا بنت انت اكتر واحده عارفه انا شقيت وتعبت قد ايه. صدقت ربنا كرمني. وربنا وقف جنبك كتير قوي، لغايه ما كبرت وبقيت راجل، تقوم اول ما تشم نفسك كده، تشطح وعاوزنا طوعك. يا بنت انت معايا الدنيا كده ليه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ جو واسخ، وبعدين النقله اللي اتنقلتها دي، فلوس وعربيه ولبس. ايه؟ كل ده منين؟ ما تكونش فاكرني عبيطه؟ لا انت مش عبيطه، انت وش فقر. كلمتين ابرك من جورنال، عايزه ايه؟ عايزك تحل عن سمير، ومالكش دعوه بيا تاني. وخليك بقى في اللي انت فيه، على الله ينفعك.
هينفعني يا رؤية عشان انا عارف انا عايز ايه، وعلى فكرة انا متين لا فيكي، عشان كده ثقة في الله اكسب. سليم الوزان ما قدم شكوى ضدك، انت مش عارف ان عضو مجلس الشعب عنده حصانة؟ عارف يا باشا، بس انا اعتمدت ان احنا نمسكه متلبس، بس في حاجة حصلت غلط. ايه هي؟ انا مش عارف. برضو ما ينفعش تعمل معاه كل ده لمجرد شكوك. يا باشا مش شكوك، انا حققت مع الواد اللي اتمسك بشحنة السلاح، اعترف لي ودخل الحجز من هنا، اتقتل من هنا. ده سيادتك تفسره بايه؟ برضو ده مش دليل. هات لي دليل واضح وانا اقف في ظهرك واطلب رفع الحصان عنه. طب اصبر عليا بس يا باشا، وانا هجيبه لك خالص مخلص بالدليل اللي انت عايزه. وبعدين ما احنا طول عمرنا اللي بيضايقنا بنعمل معاه كده، وكنت بتقف في ظهري، اشمعنى المره دي قلقان من سليم ده؟ انا مش قلقان، انا خايف عليك انت. شوف يا عصام، انت ظابط كفء ومن انبه تلامذتي وعندك مستقبل كبير ان شاء الله، وانا بقول لك كل ده يا عصام علشان ما تستعجلش وتوقع نفسك في مشاكل. طب بس انت اديني الفرصه دي، هراقبه من بعيد لبعيد لحد ما يقع، وان شاء الله هكون عند حسن ظنك زي كل مره. براحتك يا عصام، انا عامل عليك انت. وبعدين يا تهامي، هو الواد الظابط ده هيفضل بيفتح لنا عليه؟ بصراحه يا سليم بيه، احنا لازم نتصرف معاه، الواد مش عايز يجيبها لبر. يبقى نخلص منه. اه لحد كده ومش سكتي. في حد قال لك انها سكتك؟ اخلص عليه اللي هو موته وفي اسرع وقت. نعيم هيقول لك على سكك وانت تنفذ على طول. يا باشا انا ماليش في السكه دي. جريانه، انا لما امر انت تنفذ بالسكان، فاهم؟ لو ما خلصناش من الضابط عصام دوت هيضيعنا كلنا. احنا في مركب واحده، لو غرقت هتغرق بينا. نفذ العمليه دي يا فارس، كفئتك عندي كبيره قوي، تأمن بيها مستقبلك في نفس الوقت نخلص من قلق الواد الظابط ده، ولا عاوز تقضي بقيت عمرك في السجن لو كشفنا الواد ده؟ انت رجالتك كتير، اشمعنى انا؟ عشان انت لسه العيب مش عليك، عندكش سوابق، محدش هيدور وراك. انا متأكد انك هتخلص على نظافة من غير ما حد يحس بيك. فارس، احنا في لعبة خطر، التردد هيضيعنا كلنا. خلص يا فارس، خلص، انا مش عاوز ازعل منك لان زعلي وحش قوي. نقول مبروك؟ مبروك يا كبير، انا رايح اطهرهم. قتل ضابط شرطة في حادث سرقة بمنزله. ارتحت يا أخي وريحتنا معاك؟ أحسن يا حبيبي، عشان تعرف تشتغل براحتك. أيوة. أهلا 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 بالبطل. أنا كنت عارف إنك قدها ودود. طلباتك أوامر يا كبير، مع إن اللي سعادتك طلبته مني حاجة صعبة قوي، بس ربنا يعديها على خير. هتعدي هتعدي. ده انا سمعت ان الدنيا مقلوبة في المديرية، بس تبات نار تصبح رماد. ايوه، دي المكافأة بتاعتك اللي انا وعدتك بيها، كنت بجهزها لك. عاوزك بقى تنسى وتروق نفسك على الاخر عشان نتبه لشغلنا الجاي. ماشي يا كبير. ايه
ازيك يا فارس؟ ازيك يا ابن عم؟ اثبت مكانك، اثبت. بابا بابا بس اعمل لها البنت الصوره ازاي؟ ايه في الصوره؟ ايه الصوره يا ولد تقصد؟ اللي فوق دي ولا اللي تحت؟ اللي تحت. صدق انه عامل لك قرنين جد. ومين دول اللي معاه في الصوره؟ معاك؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ ياض ده هيتجنن ويشوفك. عارف ما ابلغ الا منظف نفسي يا باشا. والله ما عارف اقول لك يا باشا ولا اقول لك يا ابن عم. يا ابني خلي بساط احمدي. قول لي يا باشا طبعا. ماشي يا ابن عم. اخر حاجه كنت اتخيلها ان ابن عم يطلع بالنظافه دي. طب ما تولع وتعزم على ابن عمك ولا انت ايه؟ انت بتدخن؟ ده انت الداخليه فسدت اخلاقك على الاخر. المهم قول لي العمليه امتى؟ هتستلم الشحن دي امتى؟ بعد بكره. طب خلي دي معاك. يا ربنا يخليك من معايا ولاعه زب وبنزين. زب وبنزين؟ يا ابني ركز معايا، الولاعه دي فيها جهاز تتبع، دي الحاجه الوحيده اللي هتوصلنا ليك انت والناس يوم العمليه، دي ما تسيبهاش من جيبك يا فارس. امسك الولاعه دي، ما فيهاش جهاز تتبع، يعني لو ما لحقتنيش اروح في 60 داهيه، وانت عارف سليم شراني. ما تخافش من سليم، احنا اجدع، انت بس ركز وخليها على الله. علاء النعمه من نعمه ربي اللي تترقى على حسي. علاء النعمه انت قدها. ان شاء الله. سلام يا فارس. رعاية الله. ينفع كده يا حبيب الحب؟ كنا ماشيين كويس وبترزق والحياة كانت سهلة واختها مش مستاهلة. إيه اللي دخلنا إحنا في حوارات؟ أدي الشمال آخرته شمال. لو عصام راح هيجي 10 غيره. وعصام ده ابن عمي. يعني لو جه حد غيره مش هيرحمنا. ونطلع بمكافأة في اللذيذ، هنمسك قرشين ونطلع نضاف. نضاف ايه يا جن؟ هو احنا ضفنا وشفنا العز اللي على ايدين سليم باشا؟ ما انا ليه جادلك وادخل معاك في حوار؟ وانا ممكن اقول لك حاضر وتفضل في نظر حمار. يا ده احنا بنرفع شعار جديد. الشرطة بنت عم الشعب. قصدك الشرطة بنت عمك انت؟ أنا وأنت واحد يا صاحبي. صباحك نادي وكله لعيبة. الحمد لله على السلامة كابتن فارس. الله يسلمك يا كبير، أنا صاحي النهاردة كل نشاط وحيوية وسخنان على الشغل. بالراحة علينا يا عمنا. مالك مستعجل على رزقك قوي كده ليه؟ وايه النظام يا باشا؟ النظام. ما تقول له يا تهامي ايه النظام؟ حلو. النظام حلو. حلو قوي اللعبة اللي عملتها أنت وعصام دي يا فارس. تصدق ياض دخلت عليا؟ اسكت. دخلت عليا أنا كمان. لولا المسلة المسيرة دي اللي طمر فيها العيش والملح. طمر في الفلوس. ما طمرش فيه العيش والملح، عشان العيش والملح ده كانوا معانا. بس تقول ايه يا كبير؟ تكبر الصغير عليك يصير. تصدق اول مره تقول حاجه صح. يابا انا طول عمري بقدرك، بس التقدير خسرني كتير. وانا ياما قلت لك ان احنا ما شفناش ايام عز غير على ايدين سليم باشا، فما ينفعش نقل بيه. انت مسلة؟ على الهادي يا رجاله، على الهادي بولع السيجاره حقي كمواطن. ايه ده يا ياض؟ والله عيب كده يا باشا. قرار السهول. بتبيعني يا ياض يا فارس؟ يا باشا انا كنت شغال معاك وعمري ما خنتك. قلت لك ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشانك الا القتل. انت اللي اصريت. بصراحه حاولت وما قدرتش. وطبعا اتفقت مع عصام على انك تسلمني مش كده؟
علي النعمة انت ظالمني يا باشا. يا باشا تلميذك قنبلة رجولة، أنا غفلته. هو كان عايز يعرف مكانه ميعاد العملية، قلت له إن العملية هتتم أول يوم العيد في حديقة الفسطاط. الله يا تهام، ما بيعرف يهزر. لا الصراحة هو عسل. ما إني بقى إن الضرب ما بيحوقش فيك، لأن حبيبتي جابت لك هدية هتخليك تنطق على طول. هتوها فارس، هو في ايه يا فارس؟ فارس يا علي، فارس قبل ما حبيبتي القلب تضيع منك. السليم الوزان اللي ممكن يتلاقى بيه، فاهم؟ يعني انت بقى روح امك، بدل ما كنت هتسلمنا احنا للظابط بتاعك هتسلمه هو لينا، فاهم؟ اتفقت معاه ليه يا باشا؟ على الطلاق ما اتفقت معاه على حاجه. انا اضطريت اقوله ان انت اللي بعتني عشان سيبني امشي، وبعدين انا توهته زي ما قلت لك يا باشا. هو كان عايز يعرف ميعاد العمليه ومكانها، وانا توهته. يا امك، قول الحقيقه. انا انت بتلعب عليا يا انت قبل ما اخليهم يخلصوا على البنت بتاعتك. وقبل ما يخلصوا عليها هنوفر عليك التعب ونخليها لك مدام فارس، ولا هي مدام وانت ما كنتش قايل لنا؟ شيل ايدك من عليا يا بنت. يلا يا ولادك فاكره. يا سيبوني يا ولاد النار. سيبوني. اتفقت معاه ان انا ابعت له رسالة اول باول على ميعاد العملية ومكانها. حلو قوي. نعيم معاك موبايل الواد ده؟ موجود يا باشا. انت هتطلع من هنا مع الرجالة وهتبعت رسالة للظابط بتاعك ده لغاية ما يحصلكوا على المكان اللي انتوا رايحينه. وخلي بالك، أي حركة غدر منك قسما بالله هخليك تقول على حبيبتي القلب الله يرحمها كانت طيبة قوي. خدوها على المخزن. مفيش غدر تاني يا كبير، غلطة والله العظيم ومش هتتكرر. هرجع خدامك زي زمان. بس ابوس ايدك، هي ملهاش اي ذنب. هعمل كل اللي انت عايزه. نتكلم في الحكايه دي بعد العمليه. ما تتحرك يا نعيم. قدام يا عريس. أنا هطلع مع بقية الرجالة عشان أسير البضاعة. كانش ينفع نأجل الموضوع شوية؟ لا مش ممكن. نأجل إيه؟ مش حكينا فرصة أحسن من دي عشان نخلص من كل اللي قرفونا بضربة واحدة؟ ابقى طمني عليك. ابقى طمنا. ماشي. هاتوا الفلوس وراي. يلا أمك معانا. انت جاي تنصب عليا ولا ايه؟ من امتى سيب الوزان بينصب في شغله؟
تنوع على الغدر ولا ايه؟ انت اللي نوع على غدر، ولو الفلوس ما طلعتش دلوقت مش هيحصل كويس. رفيق الفلوس تحت رجلك ولا الشرعبيه. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ هي فين الفلوس دي؟ هي فين الفلوس؟ انت كنت بتشتغلني ولا ايه؟ كده متلبس ياسين باشا صح؟ هدي عشان دي بتاعتنا مش بتاعتي. هدي مش قلت لك ان انا نازل؟ فين فارس؟ فين فارس؟ معرفش حد بالاسم ده. ورحمة امي لو ما قلت فين فارس ما هتلحق حتى توصل المديرية. معرفش حد بالاسم ده. انت معرفش. ايه يا عصام؟ انا رايح الحق رؤية حجزنا في المزرعة عند سليم. رؤية ملهاش ذنب في اللعبة دي يا عصام. حاول تلحقنا. ايوه. ايه؟ قبض على سليم الوزان؟ ايه؟ امتى الكلام ده؟ طب اقفل انت وانا هتصرف. قبضوا عليه؟ قبضوا عليه ازاي؟ ما انا قلت له بدل المره 100، يا سليم مش وقته، العين علينا مفيش فايده. كله من ابن الكلب اللي اسمه فارس ده. بس انا هعرف احرق قلبه ازاي. اي خطوه زياده هقتلها لك. ارمي المسدس اللي في ايدك. ارمي المسدس. ارمي المسدس. ارمي المسدس بس تسيبها. ارمي.
قاتلها. خلاص يا عصام، كل حاجة بقت على المكشوف وما عادش عندي حاجة أخسرها، أي حركة هقتلها. وبعدين حتى لو خرجت سليم هتعرف تهرب؟ ومن مين؟ ده أنا تلميذة. ارمي سلاحك لحسن فارتك دماغها. فارس، فارس رد عليا، فارس رد عليا، رد يا فارس رد عليا، ما تسيبنيش لوحدي فارس، ما تسيبنيش لوحدي فارس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. أبا صدق الله العظيم. فارس، فارس الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. وحشتني قوي يابا، وحشتني قوي. يا حبيبي يا. أنا كنت عارف إن إحنا هنتقابل تاني، وكنت عارف إن الدنيا هتجمعنا تاني على بعض، والله صدقني يا ابني، والله صدقني يا حبيبي. أنت عارف يا جن أنا عملت مجهود قد إيه عشان أطلعك شاهد ملك في القضية دي؟ ماشي يا عم، عشان خاطر أبوك. تسلم يا ابن عم. لا ولا النهاردة ما فيش فارس الجن، في فارس عبد الله الصواف بس. فارس ازيك يا سادة مسلم؟ ترى روح امك مستعد الشارع ولا ايه؟ عايز ترفع راسي وتقول له رقبتي ها؟ الله يعني مش طالع يعني توهت يا جدع. روح على راسك يا عم الحلو. الحلو بعد الكوشر يا عم. ترى روح امك بتفكر ليه في ايه؟ الله هو انت روح امك وهو روح امك، مفيش حاجه غير روح امك بروح امك منك ليك. يلا وبعد العمليه كل واحد فيكو ليه في رقبتي خبور. تعرف مش انت لوحدك بس اللي جن، فارس الجن واحد بس يا، بس كله كوم وخطفهم للبيت رؤية كوم. فرحة كانت هتبقى ناقصة يا سيد، لو كان جرى لي حاجة ما كنتش اسامح نفسي ولا كنت اسامحك يا مسلة. بس كل حاجة حصلت زي ما انت رتبت لها بالظبط يا جن. اهو انا سلم سليم راجل شراني واستاهل، وده اصلا واجب وطني. على الهادي يا رجاله، على الهادي، بولع السيجاره حقك كمواطن. حياه امك. قول الحقيقه. هلا مفيش غدر تاني يا كبير، غلطه والله العظيم ومش هتتكرر. ابوس ايدك يا كبير. وان انا اخدم الحكومه ده واجب عليا كمواطن، لكن ان انا اطلع من المولد بلا حمص وارجع للفقر تاني كمواطن ده ما يرضيش الحكومه وما يرضيش الوطن ولا يرضيك انت كمواطن. صح يا مواطن. صح يا مصر. ايوه يا رفيق باشا، لسه مستلم العربيه الجديده وهيعدي بيها من قدامنا دلوقتي، هنفضل ورا لحد ما نعرف مكان الفلوس فين. ورؤية وابوك والناس اللي حوالينا هيقولوا علينا ايه بعد ما بقينا في العز اللي احنا فيه ده حبيب الحب؟ يضا انا دلقت العسل وطفيت النور عشان الدبان يقع في الفخ. العز هيتدارى، هنعمل مشروع بالمكافأة للحكومة هتديها لنا، الدنيا هتلعب معانا والعز هيبان واحدة واحدة. فاهم؟ واعد يا فارس، تربيتي تربية وسخة. انا عن نفسي هعمل مشروع وطني، افتح مصنع مولوتوف. الله يحرقك يا بعيد. وسوء على مهل.